ما شفته. رح نتابع فقراتنا مع غيدا وضيوفها بالسينما. ما قدرت خبيك وكيفكم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لضيوفك كمان. صباح الخير لكل المشاهدين. صباح الخير لضيوف اليوم كثير عزيزين على قلبي. اول شيء ضيف صديق مثل ما هو كمان مؤلف ومخرج وممثل وهو جورج خباز. جورج صباح الخير واهلا وسهلا فيك اليوم باستوديو عالم الصباح. عنده عيديه قبل عيده، هو عيده بخمس الشهر، عنده عيديه رح تبلش بكره ان شاء الله قبل خمس ايام من عيد ميلاده، وهو فيلم غدي اللي بينزل بكره بالصالات اللبنانيه. الف الف مبروك على الفيلم الحلو. ميرسي. ومعنا مخرج الفيلم امين دره. امين صباح الخير واهلا وسهلا فيك معنا باستوديو عالم صباح. انت فيلمك الاخير شنكبوت اللي كان مش فيلم اكشلي، كان ويب سيريز على الانترنت، سبقوك من شهر تقريبا عنا على الهواء وقت كنا عم نحكي عن طريقه اختيار الممثلين ليلعبوا ادوار بالكاستنج دايركتور. حلقه مفصله كانت وقتها مع حسن عقيل اللي كان وقتها بطل شنكبوت. الف مبروك اول شيء على غدي وشنكبوت، اكيد لحاس على جوائز عديده. رح ابدا معك جورج. جورج من بعد 2007 تحت القصف مع فيليب عرقتنجي، فيلم عن الحرب، فيلم غنائي بال 2009 سيلينا، وهالمره فيلم اجتماعي رائع غدي بال 2013. نعم. وين صرنا وليش غدي من كتابه وبطوله جورج خباز؟ غدي انا استوحيته وانا بشتغل مع الاكسوفيل، جمعيه تعنى بالولاد عندهم حاجات خاصه. تقربت من هالعالم كثير، من هالولاد اكتشفت صدقهم، اكتشفت فرحهم، بس بالمقابل للاسف كمان اكتشفت النظره المهمشه لهم. بتعرفي في نظره متخلفه للمختلف عندنا للاسف بمجتمعاتنا العربيه وبلبنان تحديدا. فقررت احكي عن هالموضوع لانه بمختصر مفيد، اذا مش قادرين نتقبل واحد خلقت ربه فكيف بدنا نتقبل واحد من غير دين او من غير معتقد او من غير سياسه او صحيح. من غير فكر. فلقيت انه هذه الافه الاهم هي عدم تقبلنا لبعضنا البعض، وحكينا عن الموضوع. وغدي مش بس بيمثل الاختلاف الجسدي، بيمثل كل الاختلافات صحيح. اللي هلا ذكرتها بنشوفها من خلال الفيلم، من خلال اولاد الحي وعلاقتهم ببعضهم. غدي فيلم انساني، عنوانه العريض انه كل انسان له دور، لو ما له دور ما كان انوجد. صحيح، والاختلاف صحيح. مش خلاف. خلينا نشوف تريلر غدي وبنبدا معك امين كمان. الانسان العادي مش قادر يقوم بهالحياه بهالايام يا استاذ، كيف اللي عنده نقص؟ She's the mother of the angel. Okay. Yara, my sister of the angel. 10 and 7. She غير شيء، يعني كل وحده شيء. يعني هيدا الصبي شيء فوق الطبيعه. انا من زمان كنت اقول ما حدا يصدقني. انا بقول هيدا مش عطيله، هيدا سيف الشياطين. معنا شوي. فإذا عم نشوف بعض مشاهد كمان والتريلر لغدي، فيلم مثل ما قلنا بيحكي قصة إنسانية عن طفل للأسف ولد بهالطريقة وللأسف الأكبر ما تقبله المجتمع. إيمانويل خيرالله لعب الدور بشكل رائع، وكان طفل فعلا عنده داون سيندروم وهو مريض ومثل الدور ببراعة أكثر من حيالله طفل عادي يمكن أو طفل ما عنده أي مشكلة بإعاقة جسدية أو غيرها. طريقة اختيار الممثلين، كونه جورج أكيد كتب القصة وكان البطل الرئيسي، منى طايع رجعت بعد 20 سنة تجربة التمثيل إلى الشاشة الكبيرة، أنطوان ملتقى الكبير انوجد بالفيلم، وصديق العزيز أمير شهيد كمان كان عنده مشاركة بالإضافة إلى لارا مطر وكارولين لبكي وغيرهم. جمع هالممثلين الكبار مع كميل سلامة وغيرهم، قديش كان في صعوبة لإلك تقدر توصل غدي إلى الشاشة الكبيرة؟ كان في رهبة، مش بس صعوبة، يعني بس يكون عندك وجود لأسامي هالقد كبيرة في تاريخ كتير كبير وراهم، ما فيك تتعاطي مع الموضوع إلا بطريقة معينة، والرهبة اللي بتحسيها حتى لو شو ما كان عندك خبرة وراك يعني. صحيح. فهذا الشيء فرض علي إذا بدك تحضير كتير، كون كتير محضر كل التفاصيل من الصغير للكبير لحتى أربح ثقة الممثلين، وهذا الشيء اللي صار الحمد لله، لانه بين بالاخر على الفيلم. يعني بس تحضر الفيلم بتعرفي قديش كان الشغل فيه احتراف وفيه تناغم صحيح. لانه اذا المخرج والممثل ما كان فيه عن جد
عم يفهموا مع بعضهم ما بتوصل فكرة الفيلم وهذا شيء. فرح بلش بس بقصة إيمانويل لأنه كثير بحب أكيد كاختيار لإيمانويل. كنا يعني كان جورج قالنا بما أنه كان بيشتغل مع أكسوفيل وسيزوبيل رحنا لنبرم على المؤسسات وصلنا على سيزوبيل عم بتعرف على الأولاد واحد ورا الثاني بيقولوا لي بس في ولد إذا بتريد بس ما تصوروا عنده كونترام مثل دعاية. هلا ما أخذت وعطيت أنا بعدني عم بتعرف على الكل. هو فرض حاله ونط قدام الكاميرا قال صورني. انا اوكي رح صور لانه بس كرمال اصحابه. فرحت صورت الكل وما اخذت بعين الاعتبار ايمانويل. رجعت عم احضر بلش اختيار روح وارجع على صورته روح وارجع على صورته. طلع قلت هذا الصبي هو غادي. وهيك صار جانا حكينا معه ومشيت قصه الكونترا طلع الكونترا عم يخلص وعهالاساس يعني رجعت اخذت غادي ايمانويل لدور غادي. لدور غادي صار في كذا تمرين قبل وعن جد اثبت لي انه موهبه رائعه ايجابيه ما بتتخيل قد ايه. يعني كان عم يوزع ايجابيه على السيت يعني الممثلين نكون تعبانين حتى نحن كاكيب غير الممثلين يطلع بايمانويل ايمانويل بعده قاعد مبسوط عم يضحك ايه. قاعد على الشباك فخلص بتقولي انت انه فعلا ملاك فعلا ملاك. وهذا الشيء اللي شوي هيك يعني القصه الحلوه لايمانويل ما وراء الكواليس. طيب جورج هون بدي احكي شوي عن الحس الطريف يعني كمان بالفيلم يعني رساله انسانيه وفي طرافه اكيد لانه في جورج خباز وكمان في مجموعه كبيره مثل ما ذكرت هلا منهم الكبير انطوان ملتقى اللي مجرد تحيه بنعرف اكيد صعوبه يعني كمان عودته الى الشاشه الكبيره كمان هالمره انطوان ملتقى وايضا منى طايا بعد 20 سنه واللي قالت هيدي تجربه كانت تجربه سينمائيه رائعه لها وما بدها ترجع تمثل من بعدها. فكمان هالتعاطي يعني بين ايمانويل الصغير وايمانويل اللي عنده اكيد طريقه تعاطي مختلفه مع الممثلين الكبار ممثلين مخضرمين كميل سلامه وايضا اشخاص جدد اللي هن اولاد الحي، كيف كان هالخليط كله قدرت تجمعه كمان بخلال ادائك لدور بيو لغدي بالفيلم؟ هلا اعين شيء صار انه نحن صورنا بالبترون وانا ابن البترون دغري صار في يعني بتصفر بتقول لهم لا صار في مصالحه مع المكان يعني سريع مش مصالحه انه ربيان هنيك انا فهذا شيء كثير ريحني انا وبعدين امين كثير عايش هنيك حب المطرح في كثير ناس من البترون اشتغلوا معنا بقلب الفيلم والاستاذ انطوان ملتقى يعني بوجه له تحيه كبيره عن جد استفزوا كثير الفيلم وحب انه يشتغل معنا حط ثقته فينا وفات بدور رائع عطى قيمه كثير كبيره للفيلم. هلا انا شهادتي بالفيلم مجروحه انا بدعي الناس يروحوا يشوفوه صحيح. لانه في كثير مفاجات جوا ما بحب احكي عنها تما نقتل عنصر المفاجاه بالنسبه للمشاهدين أكيد. بس كل بقدر اقوله انه الجامعه كلها سوا هيدي عطيت نتيجه رائعه، كل واحد عطى من خبرته، كل واحد عطى من محبته، فيلم غادي انعمل بصدق باحترافيه بمحبه كبيره، بتمنى تكون تنعكس على الشاشه بعيون المشاهدين. يعني كل واحد بحب السينما مثل ما بتحس يعني انوجد بقلب الفيلم، يعني حتى اميل شاهين اللي ما بحيته تعاطى امام الشاشه كمان حس انه جعبله يكون كمان مشارك بقلب قلت له وقت طرحت عليه موضوع انه يمرق مرق بالفيلم تنعمل له أمار قال لي حقيقة أنه حس أنه هالفيلم رح يطلع كثير منيح أنا رح أكون موجود بقلبه وفعلا رفاقنا من الأول بعده لهلأ يعني حامل راية الفيلم كمان تحية لألو من بعد ويب سيريز اللي هني شنكبوت وصولا إلى فيلم روائي طويل الاختلاف كثير كبير كيف كمان حسيت حالك ووين لقى حاله أمين درة أكثر؟ بشوي بطبيعتي بحب يعني ما بحب ابقى بخط واحد انه مثلا مش ويب سيريز لا ضلني عم بعمل ويب سيريز التجربه بالويب سيريز تعلمت شوي اذا بدك اخذت خبره بالدراما الطويله لانه كان معمول تقريبا من 5 سيزونز يعني مجموع الحلقات بيطلع تقريبا حوالي 6 ساعات وكان موصول ببعضه مع انه حلقات صغار بس كان في مكموش في ترابط احداث ايه فهل يعني تطور الشخصيات تطور الاحداث كذا كلها هالخبره شوي من شنكبوت اذا بدك حطيتها كلها مع بي غادي مع اكيد يعني غادي توجهه كجانر غير شيء صحيح فكانت كمان تجربه جديده من ناحيه الجانر كان عندي اذا بدك كنت كثير مصر انه السكريبت عن جد تاثرت كثير فيه وحواره كان دقيق لدرجه ما فيك تشيلي كلمه من محلها ولا فيك تعدل عن جد فاللي صار كان عندي عن جد تحدي انه هل الشيء اللي بين ايدي كيف طلعه باحلى صوره كيف اعطيه قيمته المضبوطه ويطلع عن جد يعني يخلق العالم الخاص فيه
ونجحت فيها. الحمد لله. انا بقول له كمان انه تحدي يعني بوقت نحن هلا عم نشوف كثير من الافلام اللبنانيه يلي موجوده بصالات السينما اللبنانيه وكلهم يخزلعين سوا. قبل كنا اذا فيلم واحد نعمل له طمه هيدا، وهلا كلهم عم ينزلوا عن جد بقوه. الحمد لله هذا دليل خير. صحيح دليل خير. هذا مظبوط. بس انا بدي اقول شغله بيميز غدي عن غيره، انه فيلم ما بيشبه اي فيلم لبناني اخر. صحيح. اوكي عمل كثير افلام عن تريزومي وعن عن عن المشاكل اذا بدك اللي بيعاني منها المختلف، بس هالمره عم نشوف نحن نظره المجتمع اللبناني البيور لهالمشاكل هيدي. صحيح. مش هيك ما بيشبه اي فيلم اخر. صحيح مزبوط. يعني الحمد لله صار عندنا سينما لبنانيه، فينا نقول ما بقى مثل ما دائما كنا نقول زمان انه للاسف ما في سينما بلبنان. صناعه السينما صعبه جدا، بالعكس لما يكون في اراده وفي مواهب قويه وفي مواهب طالعه ان كانت شابه او كمخضرمه او قديره وكبيره مثل الاشخاص المشاركين ايضا بالفيلم، في وجود سينمائي. وغادي اكيد اكبر دليل لهيدا الشيء. انا بدي اقول لكل المشاهدين بكره غادي بكل صالات لبنانيه 31 الشهر اكيد لازم تروحوا تحضروا، ما حدا يروحوا عليه. كمان بدي اقول كمان عم نحكي عن الافلام اللبنانيه في اسبوع مدد زياده لليالي بلا نوم، بس حبيت كمان ركز على هالموضوع اليوم لاليان الراهب بالمتروبول السينما فقط بالامبير. كل ليله عرض الساعه 10 الا ربع من هلا ولغايه 6 الشهر. بس انا بدي اودي تحيه كمان للمنتج جابرييل شمعون. نعم. يلي عن جد اعطى من كل قلبه للفيلم. اكيد اكيد يعطيهم الف عافيه. وكان ورا كل وين نحن هلا يعني. اكيد. وكمان الملفت انه في غدي كمان طفل غدي اللي ولد من اسبوع واللي كمان سموه من اول اللي ولد من اول زواج مدني سجل في لبنان كمان، وهذا الشيء كمان بدره خير يعني كمان طفل جديد. يعني. صحيح. هذا اول ولد بلا طايفه يعني. بلا طايفه فهو هيك هذا كمان ان شاء الله بيكون ينذر بخير بلبنان. صحيح عنده 18 طايفه ومتعدد ويتغنى بها فيها، انما ان شاء الله يقدر يتخطاها ويصير بلد لا طائفه، لانه هذا الشيء اللي بنطمح له كلنا سوا. شكرا كثير لوجودكم معنا واهلا وسهلا. ختاما انا بس بدي اقول اكيد اليوم حلو الفيلم، هو فيلم رائع. حلو الفيلم هو ذا ايج اوف انسنس لدانيال ليدا. عندك شي فيلم منه رائع؟ لا انا لو اختاروا ليكونوا حلوين. انا هيدي الشغله اللي بعملها انا على الهواء. لا هو احلى شيء غدي يعني. بعد غدي في ذا ايج اوف انسنس ب 93 بيجي جاد فازر وغان ويز ذا ويندو كازا بلانكا. مش قاصمين، ما في بيناتنا. بقى حبيت اليوم ركز عليه على الفيلم اللي انعمل مع دانيال دي لويس، ميشيل فايفر وايضا وينونا رايدر، وجائزه افضل ممثله بدور ثانوي لوينونا رايدر حازت عليها بالجولدن جلوب، ترشحت عليها للاوسكار وجوائز عديده ترشح لهم الفيلم. وانعمل لفعلا يكرس مسيره مارتن سكورسيزي، فيلم رائع ولازم واحد يشوفه اكيد. ايج اوف انسنس 93. حلو الفيلم. In a time of tradition, in a place of privilege, Newland Archer lived his life by the rules of his society. I want everybody to know. What? That we're engaged. Until he met a woman who lived by her own rules. I think they're all a little angry with me for setting up for myself. I hear she means to get a divorce. She made an awful marriage, but that doesn't make her an outcast. I came to see what you were running away from. All I really want is to feel cared for and safe. The Age of Innocence, a Martin Scorsese picture. على الفيلم ايه اللي ما ذكرناهم ما راح يزعلوا، ما هيك؟ ولا بنضلنا بكره نحكي. شكرا لكم والف مبروك اكيد. ميرسي لك غيدا واهلا وسهلا فيكم كمان مره. رح ناخذ بريك ومن بعدها بنرجع نلتقى حتى نتابع فقراتنا بعالم الصباح طبعا لغايه الساعه 1.